السلام عليكم، كيف الحال؟ ان شاء الله بخير وان شاء الله طيبين. صلوا على الحبيب عليه افضل الصلاة والسلام. لايك وشير للفيديو وكومنت حلو بعد ما تشوفوا الفيديو. لو انتوا جداد ما تنسوش تفعلوا الجرس وتشتركوا ان شاء الله. النهاردة هنعمل ايس كريم كريمي سوفت. ناس كتير طلبت مني وصفة الايس كريم السوفت، شبه باسكن روبنز بالظبط واحلى كمان. احنا كنا عملنا الحليب الاقتصادي اللي بالحليب والنشا، قوامه حلو وتحفه. النهارده حطينا مكونات تديله قوام كريمي اكتر واغنى اكتر. وطبعا كل واحد بقى يقدر يشتغل بالوصفه اللي تعجبه حسب الامكانيات والمكونات اللي موجوده عنده. النهارده هستخدم بكريمه الخفق النباتي، وينفع تستبدليها بكريمه الخفق اللي هي الحيواني السائله عادي بتاعه الحلويات. طيب لو انا ما عنديش او مش امكانياتي اقدر اجيب الكريمة الخفق، هناخد 2 باكت كريم شانتيه ما يعادل حوالي 75 جرام، زائد نص كوب حليب، يبقى ده بديل كريمة الخفق لو حد مش متوفر عنده. ولو بتستخدمي الكريم شانتيه اللي هو الخام، هتاخدي نص كوباية فقط لا غير، مع نص كوب حليب برضو. ولو ما فيهاش سكر هتضيفي لها سكر، دي طبعا اللي هي بتاعت السوبر ماركت بيكون فيها سكر. ومعانا علبة كاملة من الحليب المركز المحلى، وهنستخدم جيلاتين. الجيلاتين صدقوني بيدي قوام وبيهيش الايس كريم، ومش غالي يا جماعة والله، وموجود في السوبر ماركت وعند العطارين. هنستخدم ده اللي هو الجيلاتين الحلال، هتحصليه في السوبر ماركت جنب مستلزمات الكيك والبيكنج باودر والاشياء هذه، بدون طعم بدون لون. هناخد معلقه جيلاتين ونضيف عليها حوالي معلقتين ميه، ميه تكون بارده. احنا هنا اخدنا معلقه ونص، المقادير كلها بثبتها بالظبط في صندوق الوصف عشان لو حبيتوا تعملوا. احنا بلتر واحد ايس كريم هنعمل 8 لتر حليب، تقدروا تقسموا المقادير على النص وتشتغلي على نص الكميه. هنسيب الجيلاتين، هنلاقيه عامل زي الاسفنجة بعد 5 دقايق، والايس كريم هنعمله كله في الخلاط. هبدأ اخد دي الكريمة، هناخد 2 كوب كريمة، وقلنا طبعا اللي ما عندوش اللي الكريمة الخفق السايلة هناخد نص كوب حليب زائد 2 مغلف كريم شانتيه باودر. وهنضيف علبة كاملة حليب مكثف محلى، تقريبا بتبقى 400 جرام او 395 مكتوب على العبوة. وان شاء الله الحليب المكثف المحلى باذن الله هعمله وانزله الاسبوع القادم باذن الله. هنخلط كل المكونات، شايفين في الخلاط ما فيهاش اي حاجة، حطينا الكريمة وحطينا الحليب المكثف المحلى وخلطنا اول المكونات. الحين دور الجيلاتين، او حطيت الجيلاتين في قلب الميكرويف 30 ثانية فك وبعدين اضفته. ينفع استغنى عن الجيلاتين؟ ممكن تستغني عن الجيلاتين، بس بالجيلاتين هيديكي قوام احلى. هنا اصحابي اهو بعد ما خلطت كل المكونات هننزلها في كونتينر وندخلها الفريزر. هنعمل الشوكولات نفس المقدار بالظبط، ولكن هنضيف الكاكاو. برضه هناخد 2 كوب او 3 كوب كريمة، المقادير قلت هثبتها في صندوق الوصف. وهناخد وقلنا البديل طبعا هو نفس الحالة، نص كوب حليب زائد 2 مغلف كريم شانتيه باودر، وعلبة حليب مكثف محلى، وهناخد كاكاو طبخ. او في حد هيقول لي ينفع نستخدم الكاكاو المحلى بتاع الشرب؟ ينفع، لكن هيكون اللون فاتح، الطبخ بيدي لون اغمق شوية. طبعا واقدر استبدل الكاكاو بشوكولاتة مذابة هتدي له طعم احلى. طبعا كل واحد حسب المكونات اللي متوفرة عنده، يعني لو عايزين تستبدلوا الكاكاو بالشوكولاتة المذابة او النوتيلا طبعا هتدي طعم احلى وقوام احلى. يعني كل ما بتزودوا في الحاجات اللي هي بتكون كريمي في الايس كريم هتديكي قوام احلى. طبعا احنا الخليط دخلناه في العلبة
بالنسبة للفانيلا هنجمده 4 ساعات، لأن لسه ليه خطوة تانية. هنا نفس الطريقة برضو أصحابي، هناخد معلقة ونص الجيلاتين هنسيحها، هنحطها في معلقتين مية ونسيبها 5 دقايق، بتبقى عاملة زي الاسفنجة، وقبل الاستخدام بنسيحها في الميكرويف 30 ثانية. واللي ما عندوش ميكرويف يقدر يجيب طبق أكبر ويحط فيه مية سخنة من الكتل، ويحط الطبق اللي فيه الجيلاتين ويقلب كده، ما فيش أقل من دقيقة هتلاقوها صارت سائل بيفك بسرعة على المية السخنة. لكن الجيلاتين ما ينفعش تحطي عليه مية سخنة مباشرة، يفضل انك بتحطي عليه مية باردة و تسيبيه بيعمل زي الاسفنجة، وبعدين نفكه على حمام مائي او في الميكرويف 30 ثانية. نفس الحالة برضه هنحط المكونات الايس كريم، هنخلي الجيلاتين جانبا الحين، والمكونات برضه كلها في الخلاط. هنخلط الكريمة دي، كريمة خفق نباتي، تقدروا تستخدموا كريمة خفق حيواني حسب المتوفر عندكم. وهنضيف علبة الحليب المكثف المحلى، وقلت لكم هينفع تستغنوا عن الجيلاتين لكن مش هيهيش معاكم، مش هيدي قوام حلو. انا بفضل الوصفة دي بالجيلاتين، لو انتم ما تحبوش الجيلاتين تقدروا تستخدموا الوصفة بتاعت الحليب والنشا. وهنضيف الكاكاو، طبعا تفتحوا وتغمقوا اللون، يعني ممكن توصلوا لحد نص كوب كاكاو يعني حسب الدرجة اللي انتم تحبوها. هنخلط كل المكونات اصحابي في الخلاط اهو زي ما انتوا شايفين، برضو دوبت الجيلاتين وهضيفه على الخليط مباشرة بعد ما يدوب. برضو هنفضي الخليط زي ما انتوا شايفين، لازم بندخل الخليط 4 ساعات في الفريزر. وبعدين نشوف الخطوة التانية. هنا اصحابي بعد 4 ساعات من بردنا الخليط 4 ساعات في الفريزر، هناخد بقى الخليط، يا اما هتضربيه لو عندك عجان هنحطه في العجان، اهو شايفين قوامه ما بيبقاش متجمد، بيبقى كريمي يعني بارد جدا ولكن ما وصلش لدرجة التلج. اوكي، هنبدأ نخفقه بالعجان او بنبدأ بسرعة هادية وبعدين نرفع السرعة، او بمضرب البيضة عادي. شايفين انتوا بقى دلوقتي الحجم هيهيش وهيتضاعف الحجم، وشايفين القوام تحفة. ده بقى عامل الجيلاتين هو اللي بيعمل معانا الهيشان ده، زائد الكريمة والحليب المكثف بيمنع ان هو يعمل تجريشة التلج. شايفين اهو القوام كريمي جدا، يعني يتاكل اكل قبل ما يتجمد. هنفرغه في 2 عبوة، العبوة دي بتاخد 2 كيلو تقريبا، شايفين القوام اهو، هنفرغه في 2 عبوة يعني بيعمل لي 2 و2 4 لتر ايس كريم، النص كيلو يعمل لك 4 لتر ايس كريم. طبعا عايزين تعملوا مانجا تعملوه فراولة، هتضيفوا عليه عصير مركز فراولة او مانجو، او ممكن تضيفوا عليه ان كيس جيلو مانجا او فراولة بس بدون ما تدوبيه في المية. هنا برضو الشوكولاتة بعد ما جمدناها 4 ساعات حطيتها برضو في العجان، شايفين بتهيش وبتعمل قوام كريمي وسوفت زي باسكن روبنز بالظبط ان شاء الله. هنا هنغني طعم الشوكولات، ضفت شوية شوكولاتة مبشورة وتقدروا تستغنوا عنها، دي إضافة. وهنديها خلطة خفيفة كده بس، وبعدين نعبيها في العلب البلاستيكية بتاعتنا.
هو شايفين القوام رهيب، يعني هو يتاكل اكل قبل ما يتجمد، قوام كريمي جدا وسوفت جدا. برضو هنضيفه في العبوات وهندخله بقى 5 6 ساعات، تعمليه من قبلها بليلة عشان ياخد راحته ويتجمد. شايفين اصلا القوام تحفة من قبل ما يتجمد. هندخلهم بقى الفريزر يفضل لمدة ليلة اصحابي، ونرجع نشوفكم في التقديم ان شاء الله. هنا اصحابي اهو بعد ما خرجناهم الفريزر، شايفين القوام رهيب رهيب، طعمه وريحته غير طبيعية. الشوكليت وهذا الفانيلا اهو، خلونا نجيب معلقة الايس كريم ونخرج كرات من الايس كريم اهو. شايفين مجرد ما بتحطيه فيها على طول، شايفين القوام يعني رهيب، سوفت ايس كريم بالظبط. تقدروا تحطوه بقى في بسكوتة الايس كريم، في اي حاجة يعني، في اطباق ايس كريم، في كاسات الايس كريم، كل واحد حسب ما يحبه. شايفين القوام قد ايه كريمي وتحفة ما شاء الله، والله رهيب بمعنى كلمة رهيب. وهنا الايس كريم الشوكليت اهو بمنتهى السهولة بيطلع معانا اهو. لونه وطعمه وقوامه تحفة روعة ان شاء الله. اصحابي المقادير كلها بثبتها في صندوق الوصف. لو سمحتوا لو انتوا جداد معانا ونسيتوا تحطوا اللايك، حطوا لايكات وشيروا الفيديو لاصحابكم واهلكم، وما تنسوش تشتركوا وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم الاشعارات. الايس كريم طعمه خطير ورهيب وتحفة ان شاء الله، هتجربوه وتتبسطوا عليه وفي الخلاط. وقلنا على كل البدايل لو مش موجودة عندكم، وان شاء الله وصفة الحليب المكثف المحلى بنزلها الاسبوع الجاي ان شاء الله. الايس كريم خطير بمعنى كلمة خطير، طعمه رهيب صراحة، كريمي ومفهوش تجريش التلج، وسهل وسريع ومكونات بسيطة. اكيد هتحصليها عندك في قلب الفريزر باذن، في المطبخ يعني. لايكات وشير وسبسكرايب وكومنت حلو. اشوفكم فيديوهات جاية كتير ان شاء الله. السلام عليكم.